صباح الورد والفل على حضراتكم وحلقه جديده يوم جديد يا رب يكون مليان بالامل والسعاده. وصباح الورد عليك يا نور. صباح الورد عليك يا مها وصباح الورد والسعاده والتفاؤل على كل الناس اللي بتشوفنا من كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم صباح الورد. حلقه يوم الاربعاء بيبقى اخر اسبوع صباح الورد ان شاء الله. فقراتنا النهارده مختلفه ومتنوعه يا رب تنال اعجابكم. هنبدأ فقراتنا النهاردة بإذن الله بفقرة بعنوان أسوان تحتضن شباب إفريقيا، وهنروح فيها لواحد من النماذج الإفريقية الطيبة اللي موجودة في مصر. هيكون معانا فيها الشاب الكيني عثمان شريف، وهو رئيس اتحاد الطلبة الأفارقة بمصر، واللي هيكلمونا عن أهمية ملتقى الشباب العربي والإفريقي في أسوان، وإزاي مصر دايما بتكون حاضنة لجميع الجنسيات الإفريقية، وأهمية المؤتمرات اللي بتقام في مصر بشكل عام وبتخص الأفارقة. كمان هيكلمنا عن الاتحاد والأنشطة بتاعته، إزاي مصر كمان بتدعم الاتحاد بشدة الطرق. أما بقى فقرتنا الثانية فهنتكلم فيها عن قانون التصالح في مخالفات البناء اللي وافق عليه البرلمان بشكل نهائي مع النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، واللي هيعرفنا كلنا إيه هو القانون وأبرز المواد الخاصة بيه، وكمان هنعرف منه الحالات اللي مستحيل يتم التصالح فيها مع البناء المخالف، وكمان هنعرف منه هل هيكون في تصالح للناس اللي بنية على الأراضي الزراعية ولا لأ، ومين الناس اللي هيتم التصالح معاه، وتفاصيل تانية كتير عن المشروع مهم هتعرفوها بإذن الله في فقرتنا النهاردة. ياريت تكونوا متابعينا. هيكون إن شاء الله التليفونات هتكون مفتوحة، عايزين منكم مداخلات، أي حد عنده سؤال ليه علاقة بالبناء أو مخالفات البناء، التراخيص والتصاريح ياريت تكلمونا، أرقامنا هتكون موجودة على الشاشة وتابعونا بإذن الله. القانون ده هيكون مهم جدا، عايزين نعرف تفاصيله أكتر، لأن قد يبدو للبعض أن الموضوع فيه تساهل، أو أن الموضوع في ان اللي اعتدى على اراضي الدوله عرف ان هو بالبلدي كده يلو يدراع الدوله وهتبتدي تتصالح معاه، لكن في تفاصيل كتير اكيد في هذا القانون هتكون منظمه للاوضاع. احنا بنؤكد طبعا، وزي ما الرئيس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيؤكد، ان الدوله مش هتسيب حقها، والدوله زي ما المواطن ليه واجبات برضو الدوله ليها حقوق عند المواطن. فطبعا احنا عارفين انه من 2011 في يعني في اجواء الفوضى اللي كانت موجوده حصل تعدي على أراضي كتير، حصل بنا غير قانوني بالمرة، فمش من المنطقي أنه تبقى في حاجة اتخذت بالدراع يتعمل فيها تقنين. لذلك القانون ده فيه تفاصيل لازم نعرفها في الفقرة دي، أعتقد هتهمكم جدا، أعتقد أنها فقرة مهمة قوي. وبرضو لو في أي استفسار إحنا في انتظار مداخلاتكم الهاتفية. النهاردة بإذن الله كمان الدكتور مصطفى مدبولي هيرأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزارة، واللي بيشهد الحضور الأول للمهندس كامل الوزير وزير النقل الجديد. الاجتماع اللي هيتم فيه هيكون متابعة الملفات المختلفة الخاصة بالوزارات حول المشاريع اللي بتعمل عليها، بجانب عرض تقارير حول ما تم إنجازه. وزير النقل الجديد بدأ عمله رسميا بلقاء محبة طبعا وود مع الوزير السابق الدكتور هشام عرفات، وشفنا الصورة اللي بألف معنى، واللي اتمنى له طبعا كل الخير في صالح خدمة المواطنين. بعدها ما استريحش في الحقيقة، وعمل اجتماعات كتير جدا مع رئيس وقادات هيئة السكة الحديدية ورؤساء الشركات كمان التابعة للهيئة. قال فيها تصريحات مهمة جدا، وجه رسالة لجميع العاملين هناك بأن أول وآخر مرة هنجتمع في المكاتب، بعد كده شغلنا هيبقى في المحطات وهنفطر على الرصيف في رمضان، مفيش مكاتب تاني الفترة اللي جاية. أنا طول عمري من وأنا صغيرة، من قبل خالص ما أنا أشتغل مذيعة أو غيره، كنت دايما أقولي أنا مش عايزة أشتغل حاجة يكون فيها قاعدة على المكتب طول الوقت، أو بتجبرك أن أنت تقعدي على المكتب طول الوقت. ده مش معناه ان المكاتب مش مهمه، لا هي مهمه، ولكن في الاساس الحاجه دايما اللي بيكون فيها شغل وابداع وتخيل وحركه بتبقى هي دي اللي بتبني، هي دي اللي بتعمل جديد. الجهد والمعايشه دول يعني حاجتين اساسيتين لازم الواحد تكون موجوده فيه، لانه مش هينفع نشتغل عن لحاجه او عن حاجه نظريا او بس نتكلم عليها على الورق، لازم المعايشه ولازم الواحد يشوف بعينيه. يمكن المهندس كامل الوزير الحقيقه ارسل لافته طيبه وهامه الغاية، وهي ركوبه في أول يوم عمل لي في الوزارة قطار من قطارات الدرجة الثالثة بحري، واللي أكد لجميع الركاب اللي أبدوا انزعاجهم من القطارات أنه الأمر سيختلف كليا خلال الفترة المقبلة. خلونا نروح نعرف تفاصيل أكتر من الكاتبة الصحفية هند مختار. صباح الورد يا فندم. صباح الفل. صباح الورد على حضرتك. والنهارده اول اجتماع للمهندس كامل الوزير مع الحكومه، للفريق كامل الوزير، الفريق كامل الوزير مع الحكومه، وكنا عايزين نعرف من حضرتك هل مثلا في حاجات نقدر نتوقعها في هذا الاجتماع؟
زي ما حضرتك اشرتي طبعا المفروض ان النهارده الفريق كامل الوزير هيحضر اول اجتماع للحكومه ليه بصفته وزير للنقل، ويمكن الاجتماع النهارده كالعاده هيناقش عدد من الملفات اهمها طبعا يعني في بدايه الاجتماع هيتم الترحيب بالفريق كامل الوزير ويتمني التوفيق له في مهمته الجديده، ويمكن هيتم الاستماع لاهم الخطط والمقترحات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة لتطوير السكك الحديدية بالإضافة إلى مترو الأنفاق. أيضا الفريق كامل الوزير هيعرض وجهة نظره أو التصور الكامل للوزارة ووزارة النقل خلال الفترة القادمة، وبالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الأخرى وتقارير الوزراء. كل وزير هيعرض ملفاته وأهمها طبعا ملف السلع وتوفير السلع، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات القوانين اللي بتعمل عليها الفترة خلال الحكومة خلال الفترة القادمة لتقديمها للبرلمان. أستاذة هند، خلينا في البداية نقول جدول أعمال الحكومة النهاردة والاختلاف اللي هيكون موجود، خصوصا الملف اللي هيناقشه الفريق مهندس كامل الوزير النهاردة، يعني شايفاه هيكون إيه الاختلاف اللي موجود، وخصوصا طبعا أنه من أول يوم هو مش بس بدأ اجتماعات، ده نزل كمان على أرض الواقع وزار قطارات الدرجة الثالثة، يعني دي لها دلالات أعتقد هو هيكون لها انعكاس في التناول في هذا الملف. هو زي ما اشرت لحضرتك هو الفريق كامل الوزير اول حاجه طبعا هيتم الترحيب بيه، بعد كده في جدول الاعمال من المقرر ان الفريق كامل الوزير يعرض رؤيته خلال الفتره القادمه لقطاع النقل وخاصه تطوير السكك الحديد، خاصه وان ده الملف يمكن ده الملف ذات الاولويه بالنسبه للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومه ايضا، وهيعرض فيما يتعلق بمترو الانفاق والافتتاحات الجديده المقرر لها خلال الفتره القادمه. طيب احنا بنشكرك شكرا جزيلا يا هند على هذه المداخلة الهاتفية، واعتقد بعد حادث القطار الأليم طبعا كان لابد من ان يكون هناك وقفة حازمة، احنا لانه الحدث يعني احنا هو بفعل فاعل بالفعل انه يكون في سواق بيتعاطى مخدرات ويتعامل بهذا الإهمال في مجال يعني مسؤول فيه عن أرواح بشر، هي بفعل فاعل اعتقد ان لازم يكون في اكيد رقابة مشددة وقوانين تطبق بحزم وحسم في الفترة القادمة في شأن هذا الملف. مظبوط، انا بصراحه كل ما بفتكر الراجل ده بتعصب جدا، لانه بتعصب مصر كلها، بفتكر جملته ان هو لما الجرارين اتخبطوا في بعض فتره جيت فاتخضيت، كان بيلعب بلاي ستيشن بجد بيتعامل مع الموضوع لانه يعني بلاي ستيشن، يعني حاجه غريبه جدا، يعني منتهى الاستهتار. خلي بالك ده بيعكس بقى يعني تركيبه البني ادم ده اساسا، يعني ده غير طبعا البلاوي اللي الواحد عرفها عنه. حسبي الله ونعم الوكيل فيه هو واي حد بيتعامل مع ارواح البني ادمين الاستهدار ده. خلونا بقى نروح لخبرنا التاني النهاردة عن مجلة سبعة أيام واللي قدمت لنا غلاف مختلف ومتميز للغاية الحقيقة. غلاف بيعكس الإبداع والاختلاف الصحفي، الصورة بتتكلم من غير أي كلمة، فكرة مختلفة قدمتها المجلة في إطار بارع قدوة وقوة، كان عنوان جلسة التصوير اللي قامت بيها المجلة للوزيرات المصريات في اليوم العالمي للمرأة، علشان تأكد لنا كلنا أنه هناك عهد جديد ومكتسبات مستحقة للمرأة المصرية في يومها العالمي. غلاف جميل حقيقة ومتميز، لازم نشيد بيه وبكل نموذج مختلف ومبدع. الحقيقة شكله بجد 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 مبهر وجميل وحاجة مشرفة لينا احنا كمان كسيدات مصر، حقيقي قدوة طبعا. وكمان احنا عايزين نوضح الحقيقة انه السنوات الأخيرة كان في الاهتمام أصبح كبير بالمرأة وبعملها وبإعطاء مساحة لدورها ورأيها كونها عنصر مؤثر ومشارك في جميع القرارات والرؤى لمستقبل مصر. يعني يمكن كنا دايما نقول المرأة نص المجتمع، لكن لما نفتكر ان المرأة هي الام اللي بتربي الرجل، اعتقد ان احنا نقدر نقول ان المرأة هي المجتمع كله. انا متحيزة في الحتة دي، ومش كمان. بس متحيزة، هي دي الحقيقة، هو في الاخر الرجال بيكونوا تربية امرأة، يعني هو تربية الام، فهي كل المجتمع بالظبط كده. فهي المرأة في الحقيقة لسنوات طويلة قوي يعني ما خدتش حقها بشكل كافي، وخصوصا ان احنا ما بنتكلم على الذكورية في المجتمعات، فخلينا نقول ان العالم لسنوات طويلة قوي كان ذكوري بشكل عام، ولكن في الشرق الأوسط وفي البلاد العربية والوطن العربي مزودينها حبتين. فطبعا لما الموضوع زاد عن حده كان لازم يكون في وعي بأهمية المرأة بيوم المرأة العالمي، لازم يكون في توعية انه لا يا جماعة خلي بالكم المرأة يعني
هي المجتمع كله في الحقيقة. بصي بصي الصورة حلوة ازاي والوانهم قد ايه جميلة ومتناسقة ووقفتهم كده فيها طبعاً. فخامة وعندنا يعني بصي تمن وزيرات في الوزارة المصرية ودي حاجة ما يعني ما حصلتش قبل كده واعتقد انها ما حصلتش في اي بلد في العالم. احنا بنقدر نثبت كل يوم عن التاني ان احنا بنتقدم وبنعرف قيمة المرأة اكتر ولما بنعرف قيمة المرأة متهيألي الجيل اللي بعد كده بيكون افضل بكتير يعني التربية والتعامل بيبقى مختلف تماما ده غير كمان ان كتلة المرأة في مجلس الشعب في الدورة القادمة 25% فاحنا بنتكلم في ان حتى مساحة كتلة المرأة بقت اوسع بكتير طبعا. في مجلس النواب احنا في الحقيقة بقالنا اكتر كمان من يومين في حدث تاني مهم جدا يا نور وهو ان احنا بنحتفي بقرار شركة جوجل بإضافة اللغة القبطية ما بين 60 لغة لتطبيق الجي بورد الخاص بيها التطبيق ده بيعتبر لوحة مفاتيح افتراضية بتشتغل على نظام الاندرويد والاي او اس واللي بيقدر اي مصري ان هو يكتب باللغة القبطية والحقيقة ان القرار ده مهم للغاية لكل الاقباط المسيحيين في مصر لانها اللغة اللي بيتم التعامل بيها في الكنائس المصرية ضمن الشعائر الدينية وانا اتمنى ان احنا كلنا نتعلم يعني اتمنى ان احنا كلنا نتعلم اللغه القبطيه لان احنا في الاخر دي لغه حضارتنا المصريه القديمه بعد الهيروغليفيه خلينا نقول لما بنقول السبع اعمده للشخصيه المصريه فخلينا برضو نرجع للاصل مع احترامنا طبعا للغه العربيه الفصحى ولكن يعني جنبا الى جنب مع اللغه القبطيه اعتقد ان احنا محتاجين كلنا نتعلمها وهي بالفعل بيتم تدريسها في الجامعه الامريكيه فده يعني جانب مشرق وقبل بقى ما تدرس في كل المؤسسات التعليميه باذن الله. يمكن احنا دلوقتي تعليقا على خبر معانا الانبا مرقص مطران شبرا الخيمه صباح الورد يا فندم. اهلا وسهلا صباح النور اهلا بيكم اهلا بحضرتك وفي البدايه كنا عايزين نعرف من حضرتك حضرتك استقبلت الخبر ده ازاي اضافه اللغه القبطيه الى جوجل. الحقيقة خبر مفرح جدا جدا ودي هتسهل لنا شغل كتير قوي قوي في الكنيسة وفي معاملاتنا وفي الألحان والترانيم والتسبيحة والقداس وتبقى سهل قوي تداولها سهل قوي تعلمها ما دام بتتكتب يبقى سهل يتعلموها أولادنا ونتمنى أيضا إنها تضاف زي بقية اللغات في بعض المدارس وبعض المعاهد والجامعات لأن دي اللغة اللي اتكلم بيها أطفالنا من زمان قوي 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 وده خبر مفرح وإن شاء الله ربنا يسهل وتكتمل الصورة وإنها تبقى أحد اللغات المهمة في مصر. حضرتك بتشوف إنه ده انتصار للغة انتصار عالمي للغة القبطية وعايزين نعرف برضو من حضرتك هي اللغة القبطية دلوقتي بتدرس فين يعني أنا لحد علمي إنها بتدرس في الجامعة الأمريكية ولكن بتدرس فين تاني للناس اللي عايزة تتعلم. الحقيقه هي بتدرس فقط في الجامعه الامريكيه لكن بتدرس في الكليات اللاهوتيه كلها تمام وبندرسها لاولادنا حاليا في بعض الحضانات وبعض دروس مدارس الاحد بيتعلموا بعض الكلمات البديهيه اللي بنتعامل بيها كل يوم زي صباح الخير صباح النور ازيكم كلام زي كده عشان اولادنا ما تنساش اللغه القبطيه اللي احنا طبعا بنصلي بيها في كل كنائسنا بالاضافه طبعا اللغه العربيه واللغات الاخرى حسب البلاد اللي عايشين فيها اولادنا. حضرتك تتوقع في خلال كام سنه بعد قرار جوجل ممكن تكون اللغه القبطيه هي اللغه يعني جنبا الى جنب مع اللهجه المصريه العاميه في المجتمع المصري؟ الحقيقه دي تعتمد على اقتناع المسؤولين بان اللغه القبطيه لما يتعلموها يعرفوا حاجات كثيره جدا جدا عن ابائنا. لأن في حاجات كثيرة كتبت باللغة القبطية ولحد النهاردة في ناس كثيرة ما عرفتهاش وما قرتهاش لكن لما تدرس يبتدي الناس يعرفوها ويبتدي يقربوا ويبتدي يستعملوها في الاستعمالات اليومية أكيد هيبقى ليها تأثير كبير جدا ويبقى احنا حافظنا على لغتنا. نلاحظ إن في بلاد كثيرة زي سوريا مثلا كثير من العائلات يتكلموا اللغة السوريانية صحيح الأرمن كثير من العائلات تتكلم اللغة الأرمنية احنا نتمنى ايضا ان مصر يبقى فيها بعضا من اللغه القبطيه تمهيدا للواحد بعد كده يتكلم بيها مع اولاده واسرته. طيب سياده الانبا كنت برضو عايزه اسال حضرتك يمكن حضرتك كنت بتقول انه في مدارس الاحد بيتم تداول بعض من الكلمات اللغه القبطيه يعني لو احنا جينا مثلا فكرنا ان احنا نبدا نعلم الاطفال ممكن لو طفل في بدايه حياته مثلا طفل عنده 6 سنين 7 سنين نبدا نعلمه اللغه القبطيه ممكن ياخد وقت قد ايه انه يتعلمها يعني هل هي لغه سهله ولا صعبه شويه؟ لغه سهله جدا جدا
وفي كلمات باللغه بنستعملها في الاستعمال اليومي الدارج هي له اصلا لغه قبطيه. زي ايه يا فندم؟ زي مثلا فوطه. زي لمبه. كلمه نفس لغه دي اصلا لوجوس قبطي، اصلها قبطي. تمام. كلمات كثيره بنستعملها، زي مثلا واحد يقول مين بيخبط، مين دي اصلها لغه قبطيه. واحد يقول انا مثلا يعني مين اصلها لغه قبطيه. في كلمات كثيره بنستعملها يوميا لغه قبطيه اصلها. يعني حضرتك شايف انه نبدا ممكن الطفل يتعلم من سن مثلا 6 سنين 7 سنين اللغه القبطيه لا اصغر من كده، الاطفال بسرعه بتتعلم. بس هتبقى صعبه على الكبار، طمنا برضو عشان احنا نفسنا برضو نتعلمها. لا مش صعبه على الكبار، لان زي ما قلت لحضرتك ان في كلمات كثيره بنستعملها يوميا وهي اصلها لغه قبطيه. احنا طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يافة الانبا مرقس مطران كنيسه شبرا الخيمه، ويعني انا مبسوطه فعلا بده، لان مهم قوي ان احنا دايما يقولوا ايه العوده للجذور مره اخرى، وزي ما بنقول احنا مش بس لغه عربيه ومش بس لهجه مصريه، احنا كمان عقبال هيروغليفي كمان لما نبتدي نتعلمه تاني. طب يعني ما احنا كده هيزيد علينا احنا كمان، ان احنا عايزين نتعلم القبطيه وكمان الهيروغليفيه. انا متهيألي الهيروغليفي صعب قوي علينا. لا ما اعتقدش انه في حاجه صعبه، هو صعب عشان احنا ما نعرفوش اصلا، يعني دي برضو هي دي المشكله. ولكن هو يعني برضو في دلاله في قرار شركه جوجل بانها تعتمد اللغه الهيروغليفيه، وده معناه انه يا جماعه مصر ليها مكانه عالميه، مصر يعني بتحوز على اهتمام العالم، ليها اهتمام عالمي، هي مش من الدول اللي مثلا خارج المجره او خارج نطاق الركب التقدم والتطور. بالعكس، ان جوجل او شركه زي جوجل، احنا بنتكلم في عولمه دلوقتي، ان هي تهتم ان هي تبتدي تحط كمان اللغه القبطيه، يعني بترجع كمان لاصول الدوله المصريه او اصول الحضاره المصريه القديمه، يبقى ده معناه ان مصر فعلا محط انظار العالم. طبعا احنا عارفين ده، يعني احنا عارفين ده كويس، ولكن في بعض الناس دائما اللي عندها جلد الذات او بتشكك او بتستهون بحجم مصر عالميا، لا مصر دوله كبيره قوي قوي قوي. اذا يبقى هنيئا لكل المصريين، مش بس لاخواتنا المسيحيين، لا كلنا مبروك علينا وجود اللغة القبطية المصرية على جوجل. خلينا بقى نروح لخبرنا التاني. يمكن النهاردة درجة الحرارة 20، وامبارح كان معانا الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، واللي أكد إن لازم ناخد بالنا وما نخففش هدومنا علشان تقلبات الجو الفترة الأخيرة هتكون كتير شوية. خلونا نروح نعرف درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ونرجع نكمل باقي أخبارنا. رجعنا لكم بعد درجات الحرارة، وخبرنا اللي جاي بيقول انه بجانب لما تكلمنا عن مجلة 7 أيام الغلاف البارع اللي احنا شفناه لوزيرات مصر امبارح، موقع مصراوي كمان نشر قصة صحفية من طراز فريد، قصة بتخص جائزة الأوسكار اللي كلنا اتبسطنا طبعا وفرحنا لفوز المصري رامي مالك بيها. وفي نفس التوقيت كانت الأكاذيب والشائعات موجودة بفوز أحمد وليد بالجائزة اللي كانت طبعا أكذوبة. امبارح عرفنا انه من خلال قصة مصراوي انه في مصري حصل على الجائزة بالفعل قبل كده. مصراوي حقيقة قدم لنا قصة صحفية فريدة عن طريق الصحفي أحمد شعبان، اللي جاب تفاصيل كتيرة عن عم فؤاد سعيد اللي اخترع آلة اسمها السيني موبايل أو الاستوديو المتنقل، واللي كان سبب في تغيير صناعة السينما وطريقة إنتاجها للأفضل، علشان يكون المصري الأول والعربي الأول اللي بيفوز بالجائزة. عم سعيد اللي اتولد في القاهرة عام 1933 حصل على الأوسكار عام 1970 بعد رحلة صغيرة نسبيا من العمل الفني، ولكنها كانت مليئة بالإبداعات والأعمال الفنية المتميزة، وبدأها في استوديو الأهرام، وما كانش كمل لسه 20 سنة من عمره، وكان وقتها على دراية كاملة بتكنيك التصوير والكاميرات والإضاءة والصوت، وكمان كيفية صناعة الأفلام بشكل عام. عم سعيد في الحقيقه يعني خلينا نقول يا جماعه، هي دي مشكله، يعني احنا طبعا عايزين نحيي فريق عمل مصراوي ان هو ابتدى يعني يحفر في التاريخ ويعرف مين اول مصري حصل على جائزه الاوسكار. عم سعيد عايزين نقول كمان ان القدر اختار ان هو يكون ضمن الفريق المصري اللي شارك في فتره الخمسينيات عشان يشارك مخرج عالمي اسمه بيروش لتصوير فيلمه الشهير وادي الملوك بعد ترشيح استوديو مصري ليه، والمخرج لما شافه ما صدقش ان يكون
يكون في ناس في مصر في الوقت ده عندهم المهارة الفائقة دي. شجعوا للسفر للولايات المتحدة عشان يدرس فن التصوير السينمائي. وتعالوا بقى نكمل حكاية عم سعيد من خلال الصحفي أحمد شعبان صاحب الموضوع الصحفي الممتاز ده. وصباح الورد يا أحمد. يعني اولا انا بحييك جدا 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 على البادره دي، وان جت في بالك الفكره ازاي. يعني احنا قعدنا طول الوقت طبعا فرحانين، طبعا احنا لازلنا فرحانين وفخورين بانه رامي مالك من اصول مصريه حاز على جائزه الاوسكار كاحسن ممثل، ولكن الفكره جت لك ازاي انه لا يا مش يمكن مش هو اول مصري، صح ولا ايه؟ الفكره جت لك ازاي؟ هو بعد فوز رامي مالك يعني كان في كذا حد اتكلم عن ان يعني كان في احد الاستاذ مشهود عطيه يعني على صفحته على فيسبوك، هو واحد من المهتمين بالارشيف والصحف ونوادر الصحف يعني بمعنى صح، كان نشر وقال ان فؤاد ان رامي مالك مش هو اول حد فاز بالاوسكار، وان في واحد مصري اسمه فؤاد سعيد فاز بالاوسكار. فيعني كان بحثت في الموضوع شويه، فلقيت اخر حاجه يعني اكثر اول حاجه متاحه عنه لما جه مهرجان القاهره اتكرم في 2010، قبلها ما كانش فيه تقريبا اي حاجه خالص. كملت بحث شويه، رحت مركز الاهرام للميكروفيلم، دورت في ارشيف الاهرام، ثم دار الكتب والوساط في ارشيف صحف الكواكب ورجال يوسف وغيرهم. فما لقيتش عنه اي حاجه الا العدد الوحيد اللي هو حواره الوحيد في عدد مجله الشبكه اللبنانيه كان سنه 70. يعني تواصلت مع استاذ شهدي ويعني بعت لي صور من العدد، ودورنا برضو تاني في كذا حاجه بس ما لقيناش غيره. يعني حوار من 48 سنه. كان في يونيو 70 تحديدا يعني. طب ده يا احمد هياخدنا الموضوع على فكره مهم قوي. انت بحثت في ارشيف ورقي قديم في المؤسسات، يعني الارشيف الاصلي، واحنا دلوقتي بدانا ان المرجعيه بتاعتنا تبقى جوجل، وواضح ان جوجل بدا يكتب تاريخ موازي لمجالات عادية في كل المجالات. يعني هل يعني انت مش شايف انه بعد 10 سنين من دلوقتي قد يعني يتم بقى تغيير اصلا حتى الارشيف الاصلي؟ يعني محدش هيخطر في باله خالص ان هو يعود للارشيف الاصلي للمؤسسات. يعني ما جاش في بالك هذا الفكر؟ لانه دي حاجه في منتهى الخطوره في الحقيقه، لانه هتتغير احداث تاريخيه بالكامل. هو يعني انا بشكل عام عندي شغف شويه في الارشيف، فبحب ادور في الحاجات الورقيه يعني، بس هو الارشيف مثلا الاهرام متاح على جهاز كمبيوتر عادي يعني، بخلاف ارشيف حاجات ثانيه متاحه على ميكروفيلم. فهي الفكره ان هو المهم ان الارشيف ده يعني يتحط بشكل بصوره رقميه على فلاشه على هارد على اي حاجه، ويبقى سهل التعامل معاه وسهل حتى البحث فيه. لان كل المؤسسات بقى دار الهلال والاهرام والى اخره. يعني هي الاهرام تقريبا المؤسسه الوحيده اللي عامله كده، اللي ممكن يعني تعملي سيرش بالاسم بالحرف بالسنه، فبخلاف باقي المؤسسات، فكان الموضوع اصعب طبعا في مؤسسات ثانيه يعني. طيب استاذ احمد، عايزين حضرتك تحكي لنا اكتر عن عم سعيد وايه اللي اكتشفته عنه، لو في كده نقط معينه حابب ان انت تقولها لنا او توضحها لنا، لانه برضو ناس كتير يعني تقريبا كل الناس ما تعرفش حاجه عن قصه عم سعيد لولا انت دورت وفتشت وعرفت اساسها. هو فؤاد سعيد يعني بدا رحلته من مصر يعني كمصور مساعد، لانه كان والده توفى يعني في وقت بدري، وراح عاش مع خاله اللي هو اصلا كان مدير استوديو الاهرام. فبدا وقتها يعني اتفتح وعيه على السينما والصوره والتصوير والكاميرات، فبدا يشتغل مصور مساعد لغايه ما حصلت النقله زي ما حضرتك قلتي، لما جه مخرج فيلم وادي الملوك روبرت بيروش، ويعني تم ترشيح ان هو يصور في البرومو الدعائي للفيلم مع نجوم عالميين. فبعدها المخرج شجعه ان هو يسافر بره يعني يكمل دراسه، يعني شاف في موهبه فان هو يكمل دراسته بره في امريكا، كملها هناك. وهناك طبعا اكيد ما كانش الموضوع يعني سهل خالص، كان ككل يعني اللي هم بيسافروا في الخارج للدراسه، يعني كان بيشتغل بيدرس الصبح وبيشتغل بالليل في محطات بنزين وفي كذا حاجه. لغايه وبرضه يعني ما وقفش عند النقطه دي، تواصل مع استوديوهات في اوروبا واليابان ودرس تقنيات التصوير هناك عندهم. وهنا حصلت النقله الكبيره ان هو شاف ان امريكا يعني مش مفيش تقدم في التصوير زي اللي في اوروبا، فحاول يفكر ازاي، جاب معدات اخف وكاميرات احدث وعصريه وقتها، وعمل اختراع اللي هو الاستوديو المتنقل، اللي يعني عمل يعني زي ما قالت صحيفه نيويورك تايمز ان هو احدث يعني تغيير كبير في
في تكاليف الانتاج وفي صناعه السينما في هوليود بشكل عام. بنشكرك شكرا جزيلا احمد شعبان على يعني هذا المجهود الرائع. عايزين نحييه كمان اكتر يا نور ان هو يعني لما شاف حد كاتب بوست بيوضح انه هناك فنان اسمه عم سعيد وحصل على الاوسكار واول مصري كان يحوز على الاوسكارز ان هو اهتم بانه يعمل بحث. كان ممكن يشوف البوست ده وخلاص يقول لك يا عم ما يمكن ما اعرفش ايه. كان ممكن يسيرش على جوجل بس. بالظبط. ويمكن ده يعلمنا يا جماعه انه ارجوكم جوجل ليس هو المرجعيه. يعني بلاش نستسهل لانه في برامج كتير بيتم اعدادها من جوجل. فخلينا نقول انه لما نيجي ندور على التاريخ وندور على شخصيات تاريخيه احنا بنتكلم دلوقتي انه في ناقوس خطر بندقه دلوقتي اهو عشان بقولنا في الاعلام برضو في تاريخ موازي بيتم تصنيعه او صناعته من اول وجديد على جوجل في زي السم في العسل في انه حاجات بتتحذف وحاجات تانية بتتحط بدلها. الاجيال الجديده او الجيل الجديد هو هيطلع بيشوف تاريخ تاني خالص غير الحقيقي. فخلينا بس نقف وقفه في موضوع البحث ان احنا لا في ارشيف وفي ارشيف ورقي ولازم نتعب شويه وندور على المعلومه ونروح للمؤسسه الاساسيه علشان ندور كده ما فيها. ما كناش عرفنا حاجه وهنلاقي كنوز اكيد كنا صدقنا التاريخ الموازي اللي كان او المزيف اللي مكتوب على مع العلم انه بيقول لك نيويورك تايمز كتبت عنه يعني حتى الصحافه الامريكيه لا كتبت عنه كمان فده هم فاهمين عننا اكتر من نفسنا. فمهم قوي برضو ان احنا لا ندقق البحث شويه انه القصه مش قصه جوجل وخلصنا يعني. طيب خلونا بقى دلوقتي نروح كده نشوف الشوارع واحوال المرور هتكون عامله ازاي مع تطبيق بيقول لك الحصري لقناه تن. واحنا دايما كده بنبدا من كوبري اكتوبر. يا ترى كوبري اكتوبر عامل ايه النهارده؟ ما هتفتكري عامل ايه؟ كوبري اكتوبر من مدينه نصر المهندسين معظمه جميل. كوبري اكتوبر من المهندسين لمدينه نصر واقف. كوبري 15 مايو من المهندسين لوسط البلد ماشي. كوبري 15 مايو من وسط البلد مهندسين مش بطال. صلاح سالم من المطار للكورنيش لطيف. وصلاح سالم من الكورنيش المطار معظمه ما بيتحركش. المحور من الشيخ زايد للمهندسين بيتحرك. والمحور من مهندسين الشيخ زايد جميل. ان شاء الله يا رب كده يومكم يكون جميل زي ما بعض الطرق كده جميله ان شاء الله. هنروح دلوقتي لفاصل ونرجع لكم مع اولى فقراتنا. خليكم معانا وتابعونا على قناه تن. اتفضلوا. رجعنا لكم تاني. فقرتنا دلوقتي هنتكلم فيها عن حاجة مهمة. يمكن بعد أيام قليلة هتنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي بمحافظة أسوان تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وده طبعا كمؤشر واضح على اهتمام مصر في السنوات الأخيرة بالشباب من ناحية وبالأفارقة من ناحية أخرى، خاصة بعد ترأسنا للاتحاد الأفريقي. والحقيقة إن مصر ما بتبخلش أبدا على أشقائها الأفارقة بأي شيء، وده بقى جزء من أولويات الدولة. هنتكلم أكتر عن أهمية المؤتمر ودور مصر مؤخرا في مساندة الأشقاء الأفارقة مع عثمان شريف من كينيا رئيس اتحاد الطلبة الأفارقة بمصر. وبالتأكيد هنتكلم عن دور الاتحاد وأنشطته المتميزة. تسمحوا لي أول أرحب بي. أهلا وسهلا بيك من أولنا في صباح الورد. أهلا وسهلا بكم. أهلا بيك يا عثمان. أهلا وسهلا. طبعا في البداية ياريت تعرف الناس بيك أكتر، يعني أنت موجود في مصر من قد إيه؟ هل اتولدت هنا في الأساس ولا جيت تدرس في فترة معينة؟ عايزين نعرف عنك أكتر. أنا جيت هنا مصر 2012 1 في سبتمبر. من كينيا. من كينيا. وكانت دراستك ايه في كينيا؟ انا كنت درست هناك في كينيا المدارس الدينيه والمدارس الادبيه. تمام. وتعلمت اللغه العربيه هناك في كينيا. في كينيا اللغه العربيه الفصحى. تمام. وجيت مصر في 2012. 2012 درست فين اول ما جيت مصر؟ درست في الازهر. عملت مسابقه في الثانويه نجحت بثالث ثانوي وكملت سنة أخذت شهادة الثانوية الأزهرية ودخلت الجامعة كلية الشريعة والقانون قسم القانون. هايل. وفي خمس سنوات تخرجت 2018. وأنت رئيس الاتحاد الأفارقة من إمتى؟ أنا جديد هنا في هذه السنة، انتخبت هذه السنة رئيس الاتحاد الطلبة الأفارقة، لكن اشتغلت في هذا الكيان سنتين أخريتين، كنت في السنة الأولى من هذه السنتين المراقب العام للاتحاد. والسنة الثانية كنت عضو فيها استشارية وتوليت أن أكون رئيس اللجنة الانتخابية للاتحاد.
طب ازاي بيتم انتخاب رئيس الاتحاد، وهل بيكون مثلا باشتراك اكتر من دوله افريقيه، يعني شباب من كذا دوله؟ الاتحاد العام للضربه الافارقه له مكتبين، مكتب تنفيذي الذي انا رئيسه، ومكتب الاستحيه الاستشاريه. الاتحاد هو عباره عن ماذا؟ هناك اتحادات فرعيه، اتحادات فرعيه لكل دوله طلابها موجود في مصر له اتحاد. فهذا الاتحاد هيجتمع الاتحادات ويسمى رؤساء الاتحادات، رؤساء اتحاد الجمعيه العموميه، وينتخب اتحاد عام. فالاتحاد العام هذا اسس فيه هنا مصر عام 88 الى 89 على يد مين؟ على يد بطرس قالي وزير الدولة للشؤون الخارجية آنذاك وأمين الأمم المتحدة. تمام. ف ووعد الاتحاد دلوقتي تحت رعاية الجمعية الأفريقية. كم دولة في الاتحاد الأفريقي الطلبة الأفارقة؟ دول كثيرة، لكن الدول الحالية الناشدة دلوقتي أكثر من 35 دولة. أكثر من 35 دولة. نعم. خلينا بقى نتكلم أكثر عن أنشطة هذا الاتحاد ومدى أهمية وجوده في مصر من وجهة نظرك. الاتحاد للدول الأفارقة له أنشطة كثيرة. من بين هذه الأنشطة أن الاتحاد يعمل دورات تدريبية ودورات تثقيفية للطلاب. ويعمل أنشطة رياضية للطلاب. ويعمل أنشطة ثقافية، ويعمل حفلة تخريج للطلاب، ويعمل أشياء كثيرة تتعلق بالطلبة الأفارقة، يحل المشاكل التي تواجه الطلبة الأفارقة من خلال الجهات المعنية في هنا مصر. فالاتحاد هو كيان له فترة طويلة في هنا مصر، وله أنشطة كثيرة، وله حالات إنسانية أيضا، يزور المستشفيات ويشوف المرضى، يساعد أيضا الطلبة المرضى ويقوم بعنايتهم. فدوره كبير في هنا مصر الاتحاد العام للدول الأفارقة. فالاتحاد تحت الجمعية الأفريقية، والجمعية الأفريقية معروفة كانت تجمع كبير للمثقفين والمفكرين والدبلوماسيين في أيام قبل الاستقلال دول الأفريقية من الاستعمار، لأنها الجمعية الأفريقية أسست 56، وكان المركز وهي مقرها دلوقتي في الزمالك، في الزمالك شارع أحمد حشمت. فالاتحاد تحت رعاية الجمعية الأفريقية، والجمعية الأفريقية تقوم له بأنشطة كثيرة من للطلاب. واحنا بنتكلم على الأنشطة التثقيفية، ايه المجالات التثقيفية اللي بتقدمها اللي بيقدمها الاتحاد؟ مثلا دورات في التنمية البشرية، دورات في إعداد القادة، دورات في الإعلام، دورات في 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 اكتساب المهارة، في مهارات كثيرة تتعلق في الطلبة وحاجات كده. وايضا يقوم الاتحاد بانتاج مهارات الطلبه في مجالات مختلفه. فالاتحاد له ميزه كبيره بالنسبه للطلاب. طيب كنا عايزين نعرف منك دور الاتحاد ايه في الملتقيات، ملتقيات الشباب اللي بتكون موجوده في الفتره الاخيره في مصر، واللي طبعا بيكون فيها شباب من كل دول العالم، ولكن عايزين نتكلم اكتر عن ملتقيات الشباب اللي بيكون فيها الشباب الافارقه والمصريين. دور الاتحاد بيكون عامل ازاي فيها؟ الاتحاد العام هو مصري ايضا وافريقي، لان اسمه هو الاتحاد العام للطلبة الأفارقة بجمهورية مصر العربية. فهو يفيد ثقافته للمصريين، للطلاب الشباب المصريين، ويستفيد من الثقافة المصرية ومن التعليم المصري من خلال مساهمته في المؤتمرات. يذهب إلى المؤتمرات ويساهم فيه ويندمج مع المجتمع المصري، مع الشباب المصري، يأخذ ثقافة الإفريقي ويأخذ من مصر أيضا من ثقافته، وفي تبادل ثقافي بين الشباب الافريقي والشباب المصري. فهذا دور كبير للاتحاد العام الذي يقوم به في خلال
أنشطته. احنا عايزين نعرف العلاقة بقى ما بين شباب الاتحادات الافريقية وما بين وشعوب الافارقة وحضورها في مؤتمرات الشباب زي مثلا منتدى الشباب العالم في شرم الشيخ، التفاعل ونسبة التفاعل، وانت نفسك حضرت يعني، فكلمنا عن هذه التجربة ومدى اهميتها من وجهة نظرك اهتمام الدولة بهذا الشأن. انا حضرت ان مؤتمر دولي، مؤتمر دولي هذا كان في شرم الشيخ. اسم المؤتمر كان، لو تسمحوا لي، هل حضرت منتدى شباب العالم كان بشرم الشيخ؟ لا لا لا، انا حضرت المؤتمر اخر، انا حضرت المؤتمر اسمه المؤتمر الدولي. ممكن اكلم شويه بعدين. ده كان امتى؟ كان سنه كام؟ عندك فكره؟ عندي فكره عن هذا المؤتمر. عندي تجربه في هذا المؤتمر، كان سنه 2016 فبراير من 20 إلى 27. تمام. مؤتمر الشباب الدولي لأساليب تصدي لموجات الإرهاب والتطرف. نظمتها وزارة الشباب والرياضة بتعاون مع جامعة الدول العربية. فهذا كان المؤتمر، مؤتمر جميل جدا واستفدنا كثير. حضر فيها 24، أكثر من 24 دولة من العالم. الدول العربية والدول الإفريقية ودول دول آسيوية. فاستفدنا فيها كثير من هذا المؤتمر. لو هتكلمنا عن مكافحة الإرهاب، وانت بتتكلم عن جلسة من الجلسات كانت بتتكلم على مكافحة الإرهاب، يمكن دايما احنا في مصر هنا في الإعلام بتاعنا على المستوى المحلي لما بنيجي نتكلم على مكافحة الإرهاب بنتكلم تحديدا فيما يخص يعني الأمن القومي المصري، سوريا، العراق، ليبيا، اليمن، دايما بنتكلم في هذه الدول. ولكن التحديات في ملف الإرهاب اللي بتخص الدول الأفريقية في ضوء الجلسات اللي حضرتها في هذا المؤتمر، يعني انت ادينا نبذة برضو، عرفنا ايه تحديات في ملف الإرهاب في أفريقيا. الإرهاب هي مشكلة دولية طبعا بلا شك، تمس كل الدول صحيح، ولها أساليب متعددة، منها أساليب دينية، اجتماعية، فكرية، وكذلك أشياء أخرى. فالمؤتمر هذا طرح رؤية وتعريفية عن دور عن التطور التاريخي للإرهاب وعن أساليب الإرهاب. فهذا الإرهاب ليس له دين ولا ليس له دولة، فإنما هو مرض مزمن يمس بعض المجتمعات ويهدد حياتهم. فالتصدي له أهمية كبيرة لكل دول. هو أصبح يهدد العالم. نعم، يهدد العالم صحيح. كله. فله أهمية كبيرة من حيث أنه يستهدف مجتمع خاص وهو الشباب. صحيح. فيستهدف الشباب لأن الشباب وعيهم في مجالات كثيرة قصيرة. صحيح. فمن أجل ذلك هو يستهدف هذه الخلية الشبابية ليدمر حياتهم ويعمل لهم أشياء، غسيل المخ. يعمل غسيل المخ. مظبوط، يدمر المجتمعات، يدمر المجتمعات، حياة الشباب دول دمر المجتمعات من ناحيات كثيرة، من ناحية الحياة، من ناحية التعليمية، من ناحية السلم، في سلم تقبل الآخر، ماذا فيما يتعلق التكاتف التكاتف فيما بينهم، أشياء كثيرة. فهذا الخطوة كانت مهمة جدا جدا، أنا استفدت منها كثير، والشباب الذي كان موجود عندنا كان يمثل الاتحاد العام استفاد من هذا المؤتمر. وهذا المؤتمر مثل هذا المؤتمر مهم جدا جدا، خصوصا للشباب الافريقي وللشباب المصري. جميل جدا. طيب عثمان، انا كنت عايزه اعرف منك يعني مثلا هل الاتحاد، هل بتحضروا مؤتمرات اخرى في دول افريقيه اخرى بتكون ليها نفس المحتوى، ولا فقط ده بيحصل داخل مصر؟ وبرده بالنسبه لك اختيار اسوان انها تكون يعني العاصمه او الوجهه للدول الافريقيه في الفتره القادمه، انها تكون يعني هي الممثل لهذه الفكرة، شايف إيه يعني إشمعنى أسوان؟ أو أنت بالنسبة لك إيه دلالة اختيار أسوان؟ اختيار الأسوان مهمة جدا، لأن أسوان لها اتصال كبير لأنها في الجنوب. أيوة. اتصال كبير في قريبة خالص للقارة الإفريقية. عزيز. وأن والبشرة أيضا متقاربة مع الأفارقة والقلب والقلب أيضا متقاربة ومهمة جدا أسوان. فاختيار أسوان عاصمة للشباب الأفريقي خطوة مهمة جدا، لأن هذا
يأتي تفعيل التواصل بالشباب الإفريقي والشباب المصري، وهذه الخطة مهمة لاستفادة قدرات الشباب الفكرية والإبداعية. وأيضا هذه اللقاءات تخلق تعرف أكثر بين الشباب ليتعرفوا أكثر، وهذا أيضا يخلق أن تكون الدولة متواصلة مع شبابها الإفريقي ومع شبابها المصري. فنحن كاتحاد العام، لنا أهمية كبيرة أن تكون أسوان عاصمة للشباب الإفريقي، من حيث أن نحن نعتبر أنفسنا مصريين، لأن الاتحاد العام له له شيئين. الشيء الأول، الاتحاد العام للضباط الأفارقة في جمهورية مصر العربية، صحيح. فنحن إفريقي وفي نفس الوقت مصري. في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في 2019، ده هيكون انعكاسه إيه على اتحاد الطلبة الأفارقة بمصر خاصة وبشكل عام الطلبة الأفارقة؟ مصر لها دور كبير في إفريقيا، لم يبدأ هذا الدور الآن، كان موجودا في التاريخ. الآن الاتحاد الذي أنا أتكلم عنه أسس على يد المصريين، والجمعية الإفريقية التي أسست عام 56 كأسس على يد المصريين، ومقرها موجود في مصر الآن. فهذا يدل أن مصر تهتم بالقضية الإفريقية منذ الزمن، والجمعية الإفريقية أقدم تاريخيا من الاتحاد الإفريقي، لأن الاتحاد الإفريقي أسس 62. فمصر كانت موجودة في إفريقيا. وأيضا لما حصل الاستقلال في الستينيات 29 حركة استقلالية كانت تنطلق من مصر لتحرر إفريقيا، في دول إفريقيا في الشرق وفي الغرب وفي الوسط. فمصر دورها لم يبدأ الآن، كان موجود دورها من ذاك الزمن، صحيح. ولكن مصر في فترات يقع، وكان دائما الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الله يرحمه، صحيح، يصدر ثورات الاستقلال، نعم، لإفريقيا، أيوه. صحيح، يعني الآن دائماً. الآن بعدما تحررت الدول الإفريقية كلها، الجمعية الإفريقية صارت أيضا أن تكون مقر لنبذ العنصرية، التي حصلت في جنوب إفريقيا وكلام ذا. بعدما عنصرية انتهت في إفريقيا والتمييز العنصري انتهى، صارت الجمعية الإفريقية الآن تتواصل مع الدبلوماسيين ومع الممثلين للدول الإفريقية الموجودة في مصر، تواصل دائم، وتراعي الاتحاد العام الذي أترأس أنا فيه والآن يترأس هذه الجمعية الإفريقية محمد نصر الدين، السفير محمد نصر الدين، ويقوم بجهود كبيرة في الجمعية الإفريقية. فالدور مصر في اتحاد العام وفي إفريقيا لم يبدأ الآن، لها جذور تاريخية حتى في أيام الفراعنة، لها اتصال كبير مصر بالإفريقية، لها اتصال كبير حتى في أيام قبل وجود الإسلام هنا، كان الأقباط الموجودة هنا يتصلون في إفريقيا، وخصوصا أرض الحبش كان في اتصال وتبادل دبلوماسي بما بينهم. فمصر لم تبدأ الآن لم تبدأ علاقتها الآن بالإفريقية. وأيضا في نقطة مهمة جدا، مصر لها قدرات ولها إمكانيات أن ترفع الاتحاد العام الإفريقي وتحقق أهداف الاتحاد الإفريقي، من بينها تحقيق وحدة وتضامن الشعوب في القارة، رفع مستوى الاقتصادي للقارة في المستوى العالمي تعزيز الأمن والسلام. ويمكن ده بدأ بالملتقى الإفريقي الأول للتجارة البينية في مصر، وهو تجميع الدول الإفريقية from diaspora من الشتات، لأنهم بيتواصلوا مع القارات الأخرى بشكل أكبر من اتصالهم بينهم وبين بعض، فكانت بداية الالتقاء أيضا ونقطة الالتقاء في هذا الملتقى. خطة مهمة أن تكون صحيح. أن تكون مصر، ده على سيرة الاقتصاد اللي حضرتك ذكرته. الخطوة مهمة جدا أن تكون مصر رئيسة الاتحاد في هذه السنة، ومهمة جدا وأيضا فيما يتعلق، هناك مشاكل كبيرة في قارة، وهذه القارة لا تستطيع أن تخرج من هذه الأزمة إلا أن تكون قيادتها متكيفة بعضها بعضا.
ومصر لها مصر الآن تريد أن تساهم في دورها الكبير في مجالات كثيرة وتفيد في الاتحاد العام، بخصوص أنها ترأست هذه السنة. طيب أنا كنت عايزة أعرف منك برضو أهم الصعوبات اللي بتقدر الدولة المصرية أنها تذللها يعني علشان تسهل الحياة للطلبة الأفارقة اللي موجودين داخل مصر. نحن أيضا لا نواجه صعوبة في التعليم حاليا لا نواجه صعوبات. لا نواجه صعوبة في التعليم هنا ولا في عيشنا هنا في مصر، والمصريون في التعليم، السكن، التنقل كل شيء. الطالب الإفريقي الموجود في مصر لا يواجه أي صعوبة. ممكن تقع هناك حالات فردية كما زي ما تقع للمصري، وهذا ليس معيار، عادي، احنا بشر. أيوة. لازم الحالات الفردية في أي مكان في العالم. ولكن لا نواجه أي صعوبة فيما يتعلق بالتعليم وفيما يتعلق بالسكن وفيما يتعلق بالتنقل. ومصر أيضا الجهات الدولة في مصر هي التي تحتضننا، وزارة الشباب والرياضة لها دور كبير في احتضان الاتحاد العام وفي توجيه وفي عمل لقاءات دورات، كل هذا تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. فنحن لا نعتبر أننا أجانب، ومصر فذة في ذلك الأمر. في صراحة بصراحة مصر فذة في أنها ناس فيهم تقبل للآخرين، فيهم أن يحتضنوا الآخرين. فمصر الذي يأتي مصر لا يحس أنه غريب في بلد، إنما يحس أنه في بلدي. عثمان، يعني أنت أثرت نقطة مهمة قوي، أنت إيه اللي اتغير بقى في شخصية عثمان من أول ما جه من كينيا لحد ما جه مصر، وأنه هو اندمج في وسط الشعب المصري، الشعب الودود، الشعب اللي بيحتضن كل الجنسيات المختلفة، ويومك بقى بيبقى جدول يومك شكله إيه؟ يعني إيه الطقوس اللي أنت بتبقى حريص عليها في يومك، الأماكن اللي أنت بتخرج فيها، الأماكن السياحية اللي زرتها في مصر؟ احكي لنا رحلة الاندماج دي اللي أنت عشتها من كينيا للقاهرة. أنا اندمجت مع الشعب المصري، والشعب المصري كما قلت لك فذ في أنك لا تحس معهم أنك غريب، يتفاكه معك، يعمل مفاكهة، يضحك معك، يهزى معك. وأنا زرت شرم الشيخ، وزرت بورسعيد، وزرت أسوان، وزرت إسكندرية، فأنا لا أحس أني غريب وأني أخاف. إيه أكتر محافظة عجبتك في دول؟ مصر كلها عجبتني، مصر كلها جميلة، ومصر جميلة جدا. كل محافظة لها طعم مختلف وإحساس مختلف. لأني ما بغيت فيها كثيرا، لو أنا بغيت فيها كثيرا كان المفروض أعمل دراسة، أعمل أشياء طبيعة الجغرافية وطبيعة اللي عايشة فيها. ولكن مصر كلها، لأنك تعيش في مصر أنك تعيش في بيت واحد، لا تحس لو أنت مشيت من هنا القاهرة إلى اسكندرية تعيش أنك تظن أنك عايش في القاهرة. تتكلم كده باللغة الفصحى كده مع الناس، يعني هنصحى الصبح ناكل فول ونفطر، بتتكلم مع بتاع الفول تقول له إيه؟ أنا أكل فول وأكل طعمية وأكل بسبوسة، وأنا أعرف بتتكلم معاه باللغة الفصحى؟ هم يفهمون، هم يفهمون كل شيء. أوكي. وانا ايضا انا اعتبر دلوقتي انا اتكلم بالعاميه المصريه، مش كمان العاميه المصريه، مش العاميه الفصحى. فانا اتكلم بالعاميه المصريه ويفهموا. لما شافني واحد مصري اتكلم معاه في في العمل اليومي يراني يسالني سؤال، بالك فتره، بالك هنا ايه، بالك هنا ايه، يعني كم فتره كنت موجود؟ بالك قد ايه؟ بالك قد ايه؟ بالك قد ايه هنا؟ فانا اقول له انا بالي هنا 6 سنوات. يستغرب، وانت تتكلم اللغه العربيه جميل جدا. فهو يظن ايه ان لما راى اني وافي يظن انا لا اتكلم عربيه الفصحى، عربي العاميه المصريه، ولا افهم العربيه. فلما اتكلم معه وفي بعض الاوقات اتحاور معه في قضايا وموضوع ويفهم مني وانا افهم منه، يقول بالك قد ايه هنا؟ فاقول 6 سنوات. يستغرب، وانت علمت عربيه كده؟ فهذا جميل جدا، يعني المصريون ناس طيبة. طيب عثمان، انت تكلمت عن فكاهة وتكلمت عن انك بتتكلم بالعامية، واحنا لو غنتنا العامية احنا عندنا كده شوية مصطلحات. يعني بقلك قد ايه هنا، واكيد مثلا وانت نازل لصاحب بيقولك صباح الفل يا عثمان. صباح الفل. ايه اكتر المصطلحات اللي علمت معاك او كلام عامي انت كان قريب لقلبك واخدته منهم، اخدته من المصريين وممكن تقوله في كلامك العادي وسط الناس؟ مثلا عندما مصري
تقول له تطلب منه شيء بيقول لك دي قبل دي، يعني دي قبل دي يعني انا تحت امرك. بيقول من عيني. ها عيني. من عيني يعني ده اهم شيء يفتح قلبك. يعني انت تطلب طلب من عيني. عيني اهم شيء يفتح قلبك ويقول تطلب مني حاجه. يعني في حاجه اخرى عاوزها، تأمر بحاجه ثانيه، تأمر حاجه ثانيه. فهذه الاشياء مهمه جدا في التواصل، هذا مهمه جدا في استجلاب الشخص وتحس انه انت ماشي في اي حته يقول لك اتفضل 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 عاوز حاجه مني، الله يكرمك والله امرني حاجه زي كده. فجميل جدا يعني التواصل هذا، جميل جدا بالنسبه لي انا. عثمان يعني شكرا، شكرا ليك ونورتنا، ويمكن انت بتؤكد مره تانية على ان الشعب المصري لسه بخير. الشعب المصري مش لسه، في الشعب المصري فيه خير كثير، في خير كتير ويكون كمان. وكان صحيح ان شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا استاذ عثمان شريف من كينيا، وهو رئيس اتحاد الطلبه الافارقه بمصر، ونورتنا. الله يكرمك. واعتقد برضو يا نور انا مبسوطه بصراحه بالكلام اللي قاله في الحقيقه، عن انه يعني الشعب اللي بيبقى عنده الود وعنده القدره على ان هو يستقبل كل الاختلافات، ده مش ضعف، ده قوه، ده انعكاس لقوه رهيبه. ثقه بالنفس زي ما بيقولوا كده، جذوره في الارض. يعني احنا حضاره قديمه جدا، قد تكون اكتر من 7000 سنه بكثير. ايوه. الشعب اللي بيحتضن كل الجنسيات ده بيبقى شعب قوي واثق من نفسه وعارف هو مين، مش كده؟ نعم نعم. نشكرك ونورتنا. ميرسي جدا يا عثمان، حقيقي انت اسعدتنا بوجودك واسعدتنا بكلامك الجميل عننا كلنا كشعب مصري افريقي. مبسوطين جدا بوجودك معانا. مشاهدينا هنروح لفاصل بسيط ونرجع على طول نكمل معاكم باقي فقراتنا. الفقره اللي جايه مهمه جدا، استعدوا. واللي عنده اي شكوى ليها علاقه بمخالفات البناء، ارقام تليفوناتنا هتكون موجوده على الشاشه في انتظاركم. اهلا بحضراتكم من جديد. ويمكن يعني من الحاجات اللي كانت مثيره جدا للجدل واحنا بنتكلم على الايجارات القديمه والايجار الجديد، ولا يزال في شد وجذب في هذا الموضوع، برضو مخالفات البناء، برضو ده كان من المواضيع المهمه جدا. امبارح وافق البرلمان على قانون التصالح في مخالفات البناء، وعايزين نفهم يعني ايه التصالح في مخالفات البناء. ده بيهم فئه كبيره جدا من الناس، وخصوصا اللي بيبقى مرفوع ضدهم دعوه قضائيه بسبب المخالفات دي، كمان المقاولين وأصحاب العمارات، وطبعا اللي بيكون شاري شقة أو محل في عمارة فيها مخالفة وفجأة بيلاقي أدوار كاملة حصل لها إزالة وجايز جدا تكون فيهم شقته من ضمن الإزالة دي. القانون ده بقى يعني مواده إيه بالظبط، وإزاي المواطن يقدر يستفيد منه ويفهمه ويستفيد، وآليات تنفيذه عاملة إزاي، ده اللي هيشرحه لنا سيادة النائب معتز محمود. أهلا بحضرتك. صباحك صباح الورد. صباح الفل يا أستاذ زمان. أهلا يا فندم. صباح الورد يا فندم. ويمكن في البداية إحنا عايزين نبدأ ان احنا نشرح نص القانون بشكل مبسط للناس، لانه اكيد يعني عنوان القانون التصالح مع مخالفات البناء ممكن يكون عامل للناس شويه لخبطه او خاضد الناس شويه، فيا ريت لحضرتك تشرحه لنا بشكل مبسط. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول احنا لازم نفهمين في راي بيقول ازاي انا كدوله اتصالح مع راجل اللي خلف. الناس بتقول كده، يبقى احنا كده معناها ان اي واحد هيخلف بعد كده اتصالح معه. ده السؤال الاول. طيب احنا في البرلمان لازم نشرح للناس الاول ايه سبب ان احنا طلعنا القانون، ايه السبب حضرتك ان نمنع المخالفات بعد كده ازاي. يعني حضرتك مش موضوع ان انا هتصالح مع الناس والمخالفات تستمر يبقى انا ما حلتش حاجه. صح. سياده الرئيس ادت تعليمات بالقضاء على العشوائيات. العشوائيات مش معناها الاماكن اللي هي خطره اللي بين فيها الناس للعمارات الجديده، لا، العشوائيات معناها ايه؟ ان الناس اللي بتخالف، ده اسمه عشوائي، اي حد بيخالف بيؤدي ان المنطقه تبقى منطقه عشوائيه. طيب الشخص اللي بيتعامل بمزاجه. ايوه. ده ما بيحترمش الدوله، ما بيحترمش القانون. طيب لازم افهمين حجم المشكله الاول واسلوب العلاج بتاعها. حضرتك احنا عندنا 1,800,000 مبنى في مصر بدون ترخيص اساسا. مبنى يعني عماره. ده على مدار كام سنه؟ ده بقى من اول من 52 الى الان. ياه. حضرتك قلت كام؟ مليون وكام؟ 1,800,000 مبنى. طب ودي غلطه مين بقى؟ تمام، ما انا اقول لحضرتك. لو ضربت المبنى فيه 10 وحدات يعني احنا بنتكلم في 18 مليون وحده. دول اساسا ما لهمش ورق. تمام؟ طيب
عندي نص مليون دول مخالف. يعني نص مليون دول مخالف، ناس خدت رخصة بقضي خمسة وعمل لي 11. لو حسبت ان الدور فيه 3 شقق فبنتكلم في او 4 شقق، بنتكلم في حوالي 2 مليون واحدة. يعني ده داخل الاحوزة، يعني لسه ما اتكلمش عن مخالفات على الاراضي الزراعية، ده كل ده داخل الحيز العمراني. ده لو اضفنا عليها بقى حضرتك المخالفات على الاراضي الزراعية، فاحنا بنتكلم ل 60% من الصحوة العقارية في مصر مخالفة وعشوائية. تمام؟ ودي مشكلة تمس امن قومي. طبعا. تمام؟ وسيادة الرئيس ادى تعليمات ان انه في خلال الفترات الجاية هيتم القضاء على العشوائيات. وده اللي احنا البلان اللي احنا بنشتغل عليه. طيب. ايه السبب اللي الناس بتخالف؟ عشان هنحل مشكلة حضرتك لازم نعرف ايه سبب الناس بتخالف؟ في سببين، ثق المواطن وثق على الدوله. الدوله السبب فيه. طيب الثق على الدوله حليناه ازاي؟ اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ايه حضرتك؟ انا المفروض اي مجتمع عماني بيبقى له احوزه عمانيه. يعني انا مثلا عندي قايه، عندي حته زي مصر الجديده، حته زي جسر السويس، حته زي الزمالك، زي المهندسين، بعمل اكستنشن لاحوزه عمانيه. لما جت اتعملت المدن الجديدة 6 اكتوبر والتجمع، دول اتعملوا في التسعينات. لو حسبت بقى من سنة 52 لغاية اوائل التسعينات عشان اعمل امتداد عماني كام سنة؟ 40. حلو. حصل زيادة في الكتلة السكانية. الكتلة السكانية دي هتروح فين؟ ادت ان عمل مخالفات. يبقى تأخر الحكومة في عمل المدن الجديدة والاحوزة العمانية، ده ادى الى ايه؟ ان هم تكدسوا على بعض في اللي موجود خلفه. ما هيروح فين؟ اه واخد بال حضرتك؟ آه. دي نمره واحد. عشان كده الدوله دلوقتي بتعمل مدن الجيل الرابع. صح. بيعمل عاصمه الاداريه. اصل الناس بتقول لك بيعملوا عاصمه ليه؟ بيعملوا اعلامين ليه؟ اه ما احنا عشان نحل، احنا حاجه بنبص الموضوع كل واحد بيبص للاسف منظور ضيق. احنا بنبص كدوله من منظور استراتيجي. صح. تمام. فده الاسباب ان احنا بنعمل المدن. بس الناس سياده النائب بتقعد تتكلم تقول لك ايه بس العاصمه الاداريه دي بعيد قوي انقلي وديني، يعني لسه الفكر ده. فندم انا اقول لك حاجه. العاصمه الاداريه بعيده بالنسبه لبعيدة لمصر الجديده، لكن جنب التجمع. ايوه صح. صح. التجمع ده بعد 10 15 سنه هيبقى زي مصر الجديده. ايوه. لو مفيش عاصمه اداريه هيحصل ايه؟ هطلع بدل فيلا هتبقى تقلب لي عمارات. صح. يبقى انا بعمل ايه؟ حاجه بسبق قدام. بالظبط. وبعمل قدام عشان ما انا بقول لحاجه الناس مش فاهمه احنا بنعمل الكلام ده ليه؟ ايوه. فاحنا بنشرح كلام الناس. أيوه. عشان يبقى فاهمه. واحنا عايزين نقضي على عشرات المخالفات. عشان نعمل كده ما نستناش بقى حاجه اما الناس تزيد ونستنى 30 سنه يبقى التجمع زي مصر الجديده. صحيح. زي و6 اكتوبر يبقى زي بقيه البلد، ونيجي ايه نعمل قانون تصالح تاني. ينفع يا فندم الفيديو اللي معانا على الشاشه ده؟ ازاله تعديات على اراضي زراعيه. ايوه. انا برضه عشان اشرح الموضوع بالظبط. طيب. وده اتفقت مع الدكتور عاصم الجزار ومع القوات المسلحه ان نحل مشكله الاحوزه العمانيه اللي بيشتكي فيها 7 أو 8 وزارات. وان معظم الاحوزه العمانيه بتتم معمولة على الورق مش متنفذة على أرض الواقع. وقطعنا شوط جامد فيها، واتفقنا إن وزارة الإسكان بتبعت الوزارات المختصة، يعني الطيران المدني مثلا. حضرتك أنا مشكلتي إيه كمواطن تخليني أنا وأنا بجيب الترخيص أو أجيب موافقة الطيران المدني؟ أنا مالي الطيران المدني. أيوة صح. تمام. صح. أنا مالي فعلا كمواطن. فبقى المخطط الجديد إن الوزارة الإسكان والتخطيط هتبعت للوزارات المختصة بتديها 6 أشهر ترد عليها. ما ردتش عليها يبقى المخطط الاستراتيجي اللي بتعمله وزارة الإسكان ملزم للوزارة دي. فبالتالي خلال 6 أشهر يقدر إن هو يطبق. اللي كان بيحصل إيه؟ إن هو بيجي وزارة الإسكان تعمل مخطط استراتيجي، عقبال ما توديه للمحافظات ويجوا ينفذوه على الطبيعة كل العشوائيات سابقاني. فعشان كده احنا خدنا خط بتاريخ 22/7 تصوير جوي اللي هو بتاع 2017 لعمله القوات المسلحه، اي مخالفات بعد التاريخ ده تزال. عشان ما يجيش حد يقول لك دلوقتي ايه يا أنا سلام ما تشعر. لا. القانون طلع الحق خالف عشان الصالح. اوكي. فانا بحذر الناس. أيوه. ان اي حد يخالف من دلوقتي تمام والمخالفه مش مسجله بالتاريخ القديم تمام هيتم الازاله ومفيش تصالح معاه. هل اللي كان سبب في ان يكون في مخالفات؟ اول بقى الحقيقه السبب الثاني صعوبه الاستقرار بتاع التراخيص. يعني ايه حضرتك؟ اينما وجد الاحتكار وجد الفساد. صح. فساد المحليات. حضرتك انت واحد موظف بتدي له 1200 جنيه ومسؤول على رخص بملايين، متوقع انه هيسرق، ده شيء طبيعي. طب نحل الموضوع ازاي؟
عندنا بقى قانون البناء الموحد ده هو قانون 119 اللي عايزين نطلعه بسرعه دلوقتي اللي حلك المشاكل كلها. ان انا كمواطن ما بتعاملش مع الحي خالص زي دول العالم محترمه. اي حي ليه اشتراطات ومواصفات بينزلها على النت وبيعتمد ليه 20 30 استشاري. انا اتعامل كمواطن مع الاستشاري. الاستشاري ده بيعمل التصميم طبق الاشتراطات وكل حاجه، وعندي مثلا 20 واحد عشان ما حدش يطلب مني سعر ايه غالي يبقى في احتكاري تمام. وهو يتعامل مع الحي بيبعت الرسومات والحاجه طبقا للمواصفات بتاعت الحي. خلال شهر الحي ما ردش عليه يبقى يرخص سعره تمام. رد بملاحظات هو يرد عليه. فكده سهلنا الحوزه حليناها وتسهيل الرخص حليناه. وانا برضو بحل الدوله بتحل مشاكلها دي حضرتك عشان ما ينفعش انا اكتف المواطن وارميه في الميه واقول له ما تخالفش. صح، فانا بحلله دلوقتي مشاكله عشان بعد كده لو خالف اعرف ايه احاسبه حساب صح. صح. طيب الحاجه الثالثه ايه حضرتك اللي كانت بتخلي ان الناس تخالف؟ ان عدم لا الشقق المخالفه بتبقى ارخص من الشقق المرخصه. يعني ايه حضرتك؟ ساعتك لما تروحي تشتري شقه في عماره مخالفه بتقريبا ب 50% من سعر الشقه المرخصه اللي واخده رخصه. طبعا. طيب ده نتيجه ايه؟ ان احنا عندنا مشكله في مصر ان دخل المواطن لا يتناسب مع تكلفه انشاء الوحده او ايجارها. صحيح. يعني احنا هنا ما عندناش حضرتك مشكله اسكان. انت بكره لو معاكي فلوس هسكنك في احسن حته واجرك في احسن حته. طبعا. يبقى هي المشكله مشكله ايه؟ ماديه. طب الدوله حلت الموضوع ده ازاي؟ عملنا الاسكان الاجتماعي. اسكان اجتماعي اما انا بعمل مليون وحده سكنيه وانزلهم في السوق وباسعار تتناسب مع دخل المواطن يبقى حليت المشكله الايه؟ الثالثه. طب تمام؟ يبقى دي المشاكل اللي كانت على الايه؟ على الدوله والمفروض ان هي تحلها عشان المواطن ايه؟ ما يخالفش. دي حل الكلام ده يبقى في قانون البناء الموحد هيطلع يعني خلال شهرين اللي يحل المشاكل بتاعت المواطنين عشان اعرف احاسبهم. طيب الحاجه الثانيه يا حضرتك اللي كانت تخلي الناس تخالف ان قانون 119 بيقول لك ازاله. تمام؟ يجي بتاع الحي اقصى حاجه بيعملها بيكسر لراجل عمودين المخالف. تمام؟ زي الحاج شفتيه اللي كسر دلوقتي قد ايه؟ جم بكره الصبح بانوا تاني. هتعمل ايه؟ يعني اللي بيجي يزيل ده اصلا بيتدلع. اصلا بقى. لا حتى حضرتك لو جينا ما تدلعش. وازال خالص. حلو، وجي صاحب العقار بنى تاني يوم. هتعمل ايه معاه؟ انا كل يوم بقى حضرتك. لا ده يتحبس بقى. هبعت له حد لا انا لحد ما انا اعمل ايه حضرتك؟ هتعمل ايه؟ اول حاجه مطلوب ان احنا نعمل محكمه اسمها محكمه البلديه ونيابه البلديه. لا يعقل ان في مصر عندي 60 او 70% من مخالفات البناء او من الثوره العقاريه بتاعتي وما عنديش محكمه متخصصه. دي قضيه تخص امن قومي. اذا كنت عامل محكمه اقتصاديه وعامل محكمه اسره جت على المشكله تمس العشوائيات والامن القومي مش قادر اعمل محكمه عشان اقدر ان انا يبقى في حزم وسرعه في تطبيق القانون على الناس المخالفه. فاحنا مطالبين ان يتعمل محكمه ايه؟ بلديه لهذا الكلام. ده لسه في مطالبه بس. احنا بعتنا كلجنه انا كنت ماسك رئيس لجنه الاسكان. بعت لرئيس المجلس الاعلى للقضاء. ان احنا مطالبين بهذا الكلام. المشكله احنا عايزين نوفر اعتماد مادي للمحكمه دي. أيوة. وده مع التنسيق مع الدكتور مصطفى مبولي والدكتور عاصم الجزار هنوصل لهذا الكلام. ليه؟ عشان بعد كده حاجه بتخالفي مش هبعت لك حضرتك انذار بالازاله، لا هبعت لك انذار بمصاده الجزء المخالف. يعني ايه؟ يعني ايه؟ حضرتك دلوقتي خالفتي بتبني مخالف. اقوم بعت لك انذار ان انت لو استمريتي في المخالفه هصادر الجزء المخالف بحكم محكمه. يعني خلاص هتاخده اصلا. الدوله هتاخده. يبقى في حوزه الدوله. حلو. والدوله تبيعه لحسابها. أيوة. يبقى انا كراجل اما طبقت القانون ده على واحد بس في حد في مصر هيجي يقول يخالف تاني؟ لا طبعا. يبقى انا قضيت على المخالفات. يبقى ده الفكره. يعني انا لا خليته يهد علشان ما يبنيش تاني بعد ما يعني ما يلفش من ورايا ويرجع يبني تاني. أيوة. لا يعني انت عملت حاجه من ورايا طب انا هاخدها وقدام عينيك انا هستفيد منها. ايوه كده بالظبط. اوكي. فمحدش بعد كده في مصر هي ايه؟ حلو جدا. هيخالف. حلو جدا. يبقى احنا كده حضرتك ده وكنت اتمنى ان قانون البناء الموحد يطلع قبل قانون المخالفات عشان نعرف نطبق هذا الكلام. لان ممكن واحد يجي يقول لي ايه مثلا سؤال بسيط قوي. طب انا في عماره حلو العماره دي مخالفه كلها. جه ناس اتصالحت في الدور الثاني واحد في الارض ما اتصالحش. هتعمل معايا؟ مثلا هتزيل ازاي؟
هاجي اقول له وانا بقى معدل القانون ده قصاده الوحده بتاعته. فهمتي؟ فعشان كده كان مهم قوي قانون بناء الموحد يطلع قبل ايه؟ بس يعني قبل اللائحه التنفيذيه ان شاء الله هكون مطلعين. تمام؟ طيب. نيجي بقى على القانون. طيب هل حضرتك كان مطلوب مني انا كدوله؟ يبقى احنا دلوقتي ضمننا كده كدوله او كمجلس اني مش هتبقى فيه مخالفات جديده. خلاص؟ عشان الناس ايه؟ تطمن. في مشكله ثانيه برضه في قانون بناء الموحد بتاع 119 عشان نمنع المخالفات من ضمن التعديلات. تغيير الاشتراطات من الجهات الاداريه. وده برضه كان عيب من ضمن العيوب بتاع الحكومه. بمعنى مصر الجديده والزمالك والمهندسين كانت الشرطات البنائيه عباره عن ايه حضرتك؟ ارضي واول فلل او ارضي وثلاثه. دي الشرطات. كل محافظ حضرتك يجي يقوم معلي دور ويقول لك مره ونص عرض الشارع وكلام زي كده. فكان بيحصل ايه حضرتك؟ ان الناس بتخالف. ليه؟ انا كمحافظ حضرتك المفروض القانون ما يدينيش كجهه اداريه اي صلاحيه ان انا اغير الشرطات. يعني انا مثلا حاج جيت صممت 6 اكتوبر هنا على اساس كثافه سكانيه معينه. يبقى عملت الطرق وعملت الشوارع وعملت البنيه التحتيه على الكثافه دي. ما ينفعش تيجي تقولي لي علي لي دورين. ليه؟ لان ده هيزود اعباء على الكهرباء وعلى الميه وعلى المرافق. هضطر ان انا اقصف في الشوارع وازود الايه؟ الكهرباء والميه. والطرق هتبقى أي مختنقه كمان. عشان كده حاج لاحظي مصر الجديده والمهندسين كم مره كسرنا الاسفلت. كم مره دخلنا غاز طبيعي ودخلنا صرف صحي. لا 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 المهندسين بقت بشعه بقت بشعه. ليه بقى حضرتك؟ لان يعني المحافظين بيغيروا لشرطات المباني ويدي سماح بالارتفاعات. زي مثلا انت دلوقتي من سلطه وزير الاسكان ان يجي بكره الصبح يقول لك والله انا هعلي دور على مستوى الهيئه. طب ما الدور ده حضرتك زي ما حضرتك بتقول انا رحت هناك محتاج تاسيس. لا حتى لو متاسس الشبكات مش هتشيل. انا كمواطن ابقى جيت رحت هناك بنيه تحتيه وطرق وكل حاجه. طب هو ما فيش خطه لمعالجه المهندسين زي الدويقه والحاجات دي كده. لا دي قصه ثانيه. انا بقول لحضرتك اللي احنا عايزين نبدا بقى حضرتك المخالفات نعمل ايه ونحافظ على مظهر الحضاري. ان انا في قانون البناء الموحد همنع تغيير الاشتراطات البنائيه من اي جهه اداريه تحت اي مسمى. يعني انا جيت صممت التجمع والمنطقه بتاعت الشيخ زايد مثلا او حي الناجس على ارضي وثلاثه. انت بتقول عمرها ارضي وثلاثه. يعني عمرك حضرتك من السفر بره باريس معموله من ايام نابليون في حد في الدنيا جار انه يغير الشرطات او يعلي دور؟ لا طبعا. طب احنا اشمعنى احنا في مصر بنغير الشرطات؟ لا وبعدين تيجي لو انت سافرت كام سنه ورجعت تلاقي تتوه بقى ده هنا كان في دكان معرفش ايه وهنا. يبقى ايه السبب؟ القانون. انا بؤدي امنع الحكومه او الجهه الاداريه من تغيير الشرطات. انا بقول للحكومه انت نزلي الشرطات زي ما انت عايزه. قولي ارضي 11 قولي ارضي 2 بس بعد ما انزل الحته واعمل البنيه التحتيه نلتزم. ما ينفعش بقى يجي لي كل واحد يغير لي فيها. طب في رقابه على ده عشان نضمن لا وقانون انت حاجه قانون نمنع نهائي تغيير الشرطات الشرطات البنائيه في المنطقه بعد طرحها. طيب سياده النائب عايزين نسال على بص بقى على القانون بقى عشان ايه؟ تمام. طيب. يبقى احنا كده حضرتك عالجنا موضوع المخالفات. ايوه القانون. القانون ده حضرتك مش هتصالح مع كل الناس. يعني مش اي حد يجي يتوهم كده قانون مصالحه ان هي هتصالح معاه. لا صح صح. يقول لك انا حطيت الدوله قدام الامر الواقع لا بقى فتقنن الوضع. حضرتك في حاجات محدده لن يتم التصالح معها تحت اي مسمى. ايه هي بقى؟ اول حاجه حضرتك البناء على الاراضي المملوكه للدوله. الناس المخالفة للارتفاعات الخاصة بالطيران المدني أو القوات المسلحة. طبعا. الناس اللي مخالفة على خط التنظيم. يعني أنا مصمم الحتة دي ما أجيش ألاقي العمارة وتلاقي دي 2 متر من الشارع. ده مش هتصالح معاه. أو جنب المطار وطالع أو جنب المطار وطالع السلامة الإنشائية. يعني إن هتطلع لجان مش المالك لازم يجيب لي شهادة إن المنشأ ده آمن إنشائيا إنه ما يقعش يطبع الناس. طبعا. الحاجة اللي تبع الآثار والحماية والأصول الأثرية. طبعا. واخدة بال حضرتك؟ دول الحاجات اللي احنا مش هنتصالح عليهم زائد الأراضي الإيه؟ الزراعية. لأن الدستور بيمنع المخالفة على الأراضي الزراعية. تمام. لكن احنا حلينا موضوع الأراضي الزراعية إزاي حضرتك؟ قلنا كالآتي في مادة في القانون. لأن الحكومة برضو كانت تأخرت في عمل الأحوزة. تمام؟ فقلنا إن في فقرة هنا بتقول إن الكتل السكانية المتاخمه للحيز العماني طبقا لاخر تصوير جوي بتاريخ 22/7/2017 عملته القوات المسلحه. تمام. ده هيخش حيز عماني. فما يخش حيز عماني ما بقاش ارض زراعيه فينطبق عليه قانون الايه؟ التصالح. تمام.
فده طيب في سؤال بقى. أيوه. في سؤال الكيس بتاعت مثلا انه في حد بنى عقار كامل مخالف وكان المفروض ان هو مثلا يدفع 50,000 جنيه مثلا في كترخيص وتهرب من الترخيص وخالف وما دفعش. اما إيه؟ بتيجي بقى الدوله بعد كده تعيد التسعير مره اخرى، ليه بتاخد من كل شقه 50,000؟ طب ليه ما بتاخدش على مساحه الارض بشكل كامل وتتقسم على السكان؟ لا لان كده يعني اما اجي بعمل مخالفه بعملها على المستفيد بالخدمه ولا واحد. تمام. اتحطينا حد ادنى 50 جنيه للمتر، حد اقصى 2000 جنيه. ليه؟ ما هو على الارض مش على الشقه. يعني انا كساكن ذنبي ايه؟ لان انت كده صح. إيه؟ اولا حضرتك انا كدوله وصلت لحضرتك غاز وميه وصرف صحي وطرق. طب وانا بدفع فواتيري كساكن؟ ده فواتير استخدام. أيوه؟ لكن ما دفعتيش فواتير انشاء البنيه التحتيه. هو حضرتك جيتي انت في التجمع او في التقطيع؟ لا انا المفروض دافعها للاونر بقى اللي هو صاحب العماره. الاونر انت ما دفعتلوش الشقه، خدت الشقه رخيصه. هو الاونر ده عمل ايه؟ اه لان هي الشقه اصلا مخالفه. الشقه مخالفه في الحته رخيصه. ما هو مش مفهمني ده، انا ماليش دعوه. انت قلت لي دي ب 10 ساغ وانت حضرتك ما كنتيش عارفه ان الشقه دي في العماره دي ب 10 ساغ وهنا ب 15، ليه دي ب 10 ودي ب 15؟ يعني انت قصدك ان كان المفروض الساكن من البدايه يسأل. عارف طبعا، لان حضرتك بقول لك في سعرين في نفس المنطقه، ده مخالف وده مش مخالف، ده اقل. والمواطن كان معذور في هذا الوقت ليه؟ لانه امكانياته ما تسمحش انه يشتري في الايه؟ في 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 الغالي. لكن دلوقتي في اسكان دلوقتي اجتماعي. في اسكان اجتماعي خلاص. يعني فاهم قصدي حضرتك؟ فانا عشان احنا لازم ايه حضرتك؟ ومحترم وحياه كريمه. ايوه عشان كده بنعمل ايه حضرتك؟ قبل ما اقول له حسب المواطن لازم اوجد له حلول. فانا وجدت لك الحلول، هتخالف بعد كده هتعاقبك. لكن ما ينفعش حضرتك انك تيجي تقول للمواطن تكتفيه وما تدلوش حاجه وترمي في الميه وتقولي عوم. يعني ده مخالف وده غالي. وشوف انت هتعمل ايه. احنا بنتكلم من اول ما حضرتك اقرت القانون، لكن نفترض انه كانت حاجه قديمه، انا ساكنه في عقار مخالف ولقيته ارخص وانا عجبني السعر عشان الدخل بتاعي. طب ليه يعني ليه الدفع ما يكونش على مساحه الارض؟ يعني مثلا لو قلنا ان مساحه الارض 50,000 مثلا، ليه ال 50,000 دي ما تتقسمش على الشقق كلها؟ وده هيكون اسهل للمواطن واسهل للدوله. لا دي واحده بدل ما يبقى في 18 مليون لا دي واحده. اولا المتر ده هيتحط يعني اما اجي انا احمل على الارض على الارض بالظبط وتيجي تحسبي على الناس عدد الشقق بالظبط. واحد من السكان ما دفعش هتعملي معايا؟ لا ما انت هتجبره يدفع. لا ما هو ما دفعش. فانا عايز حضرتك ايه؟ ان كل عين بعيد عشان ما يدفعش بعد كده نطبق عليه قانون بناء موحد ان انا اصدر الوحده السكنيه. واخد بالك؟ لكن ما اجيش اصدر الارض كلها، لا تبقى شيوع. ده الهدف ان انا بقسم. اوكي. تمام. دي نمره واحد. نمره اتنين ان المناطق بتختلف. يعني ايه المناطق بتختلف؟ احنا من ضمن الحاجات اللي طالبينها حضرتك ان الناس تدين الواجهات. صح مظبوط. في ناس مش هتدفع عشان تدين الواجهات. صح. اوكي. طب دفع في الارض وما جاش عمل في الواجهات اعذبه ازاي؟ فعشان كده ما ينفعش يبقى كل وحده مستقله بايه. طب ما يمكن اللي اذا كان حضرتك اتحاد الشغالين بيتخانقوا مع بعض انه يدفع فلوس الشهر في اتحاد الشغالين اساسا. والله يبقى هيتفقوا حضرتك ان هو يدفع كلام. يعني هنتكلم كلام احنا مشكلتنا طبقا للطباع لطبيعه الوضع. انا دايما احب نيجي نعمل قانون. احنا في مصر مشكلتنا ان احنا بنعمل قوانين غير قابله للتنفيذ على ارض الواقع. احنا عايزين نعمل قوانين تكون يعني ايه قابله للتنفيذ على ارض الواقع. عشان كده حتى لما جينا هو يا ريت كده ده في قانون وثغرات القانون. يعني حضرتك كانت الدوله في الاول عامله ارقام عاليه جدا للمخالفين. احنا قلنا لهم الناس مش هتدفع. لكن لما نزلنا المتر حق في المجلس ل 50 جنيه تمام وفي فرصه انه يقسط كمان. يعني بقول لك ايه افرض 50 جنيه ساكنه في 100 متر هتدفعي 5000 جنيه تمام. يا ست ال 5000 جنيه مش معاكي دلوقتي قسطيهم على 4 سنين بفوجه يبقى كل شهر هتدفع لك 100 جنيه. انا ببسط على قد ما اقدر للمواطن عشان اعرف احاسبه بعد كده. ما يبقالوش يقول لك ان الدوله ايديها جامده عليا، الدوله مش مراعيه البعد الاجتماعي، الدوله مش مراعيه. احنا بنقول ان اقصى حاجه 2000 جنيه، لو قلنا في 10 شقق مثلا في ال 2000 جنيه يعني في 2 مليون جنيه. هل هتدخل عماره تقول لهم 2000 جنيه على المتر يا فندم؟ يعني حضرتك واحد خالف التجمع ده احنا لو افترضنا طب الشقه 100 متر لا يا فندم واحد خالف التجمع احاسبه زي اللي خالف في الدوئه؟ لا طبعا. ده هديله 50 جنيه على البيت يبقى يدفع 5000 جنيه وده هديله 2000 جنيه هيدفع 20,000. 20,000 طيب. لا 2000 في 100 200,000. طب 200,000 في الدوئه ده هيبقى 200,000 ده في التجمع هيدفع 2000 مش هيدفع 2000. الدوئه هيدفع له 50 جنيه
عين شمس مثلا والاحياء الاقل 100 جنيه يعني حسب ايه. عشان كده حاجه مهمه قوي مهمه قوي ان اللائحه التنفيذيه تراعي الكلام ده. لان الاخشى ايه؟ انت بتطلعي لجنه فاللجنه تقول لك اخ احسن يقول عليا مرتشي يوم ضارب في العادي. فده يخلي المواطن يبقى الحكومه كده افراد القانون بالمعنى اللي احنا عايزينه ومش هعصله بجنيه. فاحنا عايزين نعمل ايه؟ ان الحكومه في الساحه التنفيذيه تحدد لي منطقه الف وب وج ودال. الف 2000 جنيه ب كذا ج د، وكل محافظ ياخد خريطه ويقسم المحافظه بتاعته بحيث ان هو يحدد القيمه للمنطقه ونخلص. اخشى بقى ان اللجان تطلع فتعافى بقى كل واحد طالع يقول لك ايه تدفع كام عشان ما ادلكش رقم كبير. ايوه طب ما هتعملوا ايه في ده بقى؟ دي كارثه. او يقول له ايه يخاف حتى لو مش هياخد منه فلوس هيخاف ويقوم ضاربله في العالي عشان يخاف ان الدوله تحاسبه. ايوه فعشان كده الرق على كده يبقى اللائحه التنفيذيه. اللائحه التنفيذيه تتقسم المباني لاربع ايه؟ اربع كتب اربع شرائح. حلو. الف ب ج د وتحط لكل شريحه ايه؟ رقم. اوكي. ويجي محافظ الاقليم مع الجهات اللجان يقول له منطقه الف الحي الفلاني وفلان وفلان، منطقه ب يقسموها من هناك. فكده نضمن ان الموضوع اتعمل ايه؟ صح ومفيش اعباء ضخمه على الايه؟ المواطنين. لان انا اللي انا عايزه ايه حضرتك؟ انا عايز اخد الفلوس دي احسن خدمه المواطنين تمام؟ واجمل لهم المكان اللي هم قاعدين ايه؟ فيه، وفي نفس الوقت احافظ على الشكل الحضاري بتاع الدوله. يعني ما تبقاش فيها يعني العمارات دي احنا طالبينها تدهن ليه؟ عشان منظر حضاري، واخد بال حضرتك؟ مع ان احنا في المجلس يعني انا كنت من نفس الناس المعترضين على دهان الوجهات. ليه بقى حضرتك؟ المنظر بيبقى مؤذي حضرتك. لا ما انا بقول لحضرتك المنظر مؤذي. السكان مش هيتفقوا. حلو. فانا اعمل ايه؟ كنت كدوله احصلها منه وانا اديها كدوله لناس اعملها، هبقى كده ضمنت انها ايه؟ ان كل مواطن دفع وانا كدوله انفذها. ده كان من ضمن الايه؟ الاقتراحات. فاعتقد ان القانون ان شاء الله هيبقى ناجح. وده يعتمد تماما على الدكتور عاصم الجزار والمهندسة نفيسة انه يعملوا لائحة تنفيذية يعني ما يفرغوناش القانون من المضمون بتاعه. بنطالب الحكومة معانا طبعا ان احنا نسارع بتعديل قانون البناء الموحد اللي هو قانون بتاع 119 تمام، لانه برضه في مشكلة قانون البناء الموحد ده، في مشكلة الدولة ظالمة في المواطن. يعني حضرتك عندك فيلا بتاع جدك تيجي الحكومه تقول لك ايه ده قصر لو عدت مثلا 100 سنه جميل كده حضرتك. طب انت دلوقتي مواطن مش لاقي سوري في اللفظ تكري وعايزه تستفيدي بالارض. حلو. تيجي الدوله تقول لك لا هو كده. طب يا عم هتعوضني؟ لا. طب هتشغله مشروع؟ لا. طب هتعمل ايه؟ هو كده. ايه الكلام ده؟ هو خلاص اثر بقى مزاره خلاص تمام. صحيح. ولا الدوله بتستفيد ولا فبيحصل ايه؟ ان ناس تخش تبعت بلطجيه بيدي يكسر لك في الاساسات ويغرقوها ميه عشان تضربوها وياخدوا الارض. يبقى كده ولا الدوله استفادت ولا المواطن استفاد. فانا كنت بطالب بايه؟ انا كدوله بقى قبل ما اقول للمواطن ده قصر وهاخده منك اعوضه، اعمل له نزع ملكيه واعوضه بارض من الاراضي الجديده بالقيمه السوقيه بتاعت الارض. المفروض واخد بال حضرتك؟ عشان ما نضحكش على نفسنا، ما هو انت النتيجه في الاخر ايه؟ طب انا عايز اسال سؤال، الحاله اللي حضرتك شرحتها دي حصلت بالفعل في ناس كتير؟ ده بتحصل كلهم لغايه دلوقتي. يعني يعني عنده فيلا يا عيني بتاع جده جد جده مثلا واتاخدت منه وخلاص امشي انت بقى. هو هي اصلا مش امشي، عايز تقعد فيها. اقعد فيها زي ما هي. ما تهدهاش وتطلع بيها عماره. اوكي. واقامه الفيلا في ايه؟ ماديا باي شكل من الاشكال. ايوه. طب احنا عايزين برضو نفترض انه المواطن ما بيبقاش على علم بهذه القوانين، واعتقد انه مهم قوي نشوف خطه ما ان الموضوع يتشرح. ودور على الاعلام يا فندم. بس يتشرح بشكل مبسط، لان انا متاكده انه برضو اكيد في ناس. حاجه بتستضيفي برنامج عندكم. اما استضيف كذا نائب وكذا ناس فاهم. طبعا انا فاهمه. هيحصل ايه؟ ان هيحصل توعيه للناس. فهو ده دور الاساسي عند حضرتك. يعني اللي قصدي فيه لما حضرتك بتقول اللي جاي في بونا مخالف ده ودافع 10 جنيه وفي حاجه عارف ان هي مثلا ب 50 جنيه هو عارف ان هي مخالف. طبعا. لا قد يكون هو مثلا عارف ان المنطقه دي اوريدي رخيصه غير ما تبقى. عشان كده حضرتك عملنا ايه في قانون 119 اتكلمت بتقوليه؟ صح. هعمل رخصه زي رخصه العربيه. يعني ايه حضرتك؟ انا دلوقتي طلعت رخصه للعماره، هعمل رخصه لكل شقه. بحيث المالك وهو بيشتري يطلب رخصه صغيره. اظن كده بقى مفيش ولا يقول لي اعرف ولا ما يعرفش. ايوه اوكي تمام. عارف رخصه السواقه؟ هنعممها بحيث انا بعمل رخصه مجمعه للعماره والعماره دي فيها 20 ايه؟ وحده. بعمل رخصه صغيره كل واحده. كون بقى انك انت ما خدتش الرخصه من الراجل
يبقى انت عارف ان هي مخالفه. اه تمام. وعسكرها له في كل 119. تمام. انا كل ده بعمله ايه حضرتك؟ عشان امنع اي حجج لاي مخالفات مستقبليه. ده هيتطبق او حد يقول بالشكل ده امتى؟ هيتطبق بالشكل ده في خلال قد ايه بقى تطبيق؟ والله هيكون الاول القانون يطلع. اه تمام. لان في خناقه مع الحكومه. لسه برضو لسه خناقه مع الحكومه على موضوع الاشتراطات مثلا. لسه في شد وجذب. عقبال ما نقدر ان احنا نطلعه بحيث نوصل للايه؟ للحل الامثل. اعتقد يعني خلال شهرين اتمنى يعني انه يكون طالع. ان شاء الله باذن الله. باذن الله يا فندم. طبعا احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على توضيح اهم نصوص القانون، لانه يمكن زي ما قلنا في البدايه ان هو كان في بعض الامور اللي كانت مختلطه على الناس. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده النائب معتز محمود عضو لجنه الاسكان بمجلس النواب. شكرا. بنشكرك شكرا جزيلا وصباحك صباح الورد. مشاهدينا خلصت حلقتنا من صباح الورد، انتظرونا السبت الجاي ان شاء الله من 9 ل 11 ويتجدد اللقاء. صباح الورد عليكم.